نحن مكملين فرح أكيد رشا، ودائما بنسعى رشا نشوف أغلب الاستفسارات وأغلب الأسئلة اللي بتهم الناس. قطاع وزارة التربية هو من أكبر القطاعات اللي بيجي حوالي استفسارات وأسئلة كتير، سواء من حيث المسابقات اللي تمت بالفترة الأخيرة أو اليوم مع ضيفنا المميز الدكتور رامي الضلي رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية، يلي طبعا رح يجاوبنا على كتير من الأسئلة سواء على المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية وفي دائرة التعليم الأساسي. يسعد صباحك دكتور. يسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين. أهلا وسهلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية بأول سؤال لحضرتك، عم يسألونا على المنهاج التجريبي للفئة ب. نعم. كان في تعميم من وزارة التربية أنه حيكون في جائزة أو خلينا نقول مكافأة لأكثر مديرية تستقطب. نعم. أكثر عدد من التلاميذ. بداية. نعم. خلينا نعرف بهذا المنهاج شو هو؟ نعم، طبعا منهاج التجريبي للفئة بي، أول شيء المنهاج بي هو فئة بي المقصود فيها عمريا لمن تجاوز من الأطفال سن 8 سنوات ولم يلتحق بالمدرسة، أو صار لديه انقطاع لأكثر من سنتين متتاليتين أو متفرقتين، فيمكن إلحاقه بمنهاج الفئة بي. والغاية من هنا تعويض فاقد تعليمي وأيضا تعويض فاقد عمري زمني للسنتين اللي فقدها أو أكثر. نعم. فهناك كثير من الأطفال نتيجة الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب سوريا لم صحيح. يستطيعوا الالتحاق بالمدارس، فمنهاج الفئة بي يتضمن التعليم لكل عامين دراسيين خلال سنة دراسية تمشي. واحدة، فكل فصل يعادل عام دراسي واحد، وتبدأ من الصف الأول حتى الصف الثامن، وكل سنتين دراسية تعادل دراسي مستوى دراسي واحد، والمستوى الدراسي الأول يتضمن الصف الأول والثاني، المستوى الثاني يتضمن الثالث والرابع وهكذا. يعني دكتور أشرت إلى نقطة يمكن هي للأسف كتير مؤلمة بالنسبة للأهل يلي. نعم. كان عندهم فاقد تعليمي بالنسبة لأطفالهم، واليوم كتير مهم هي الدورات المجانية المكثفة خلينا نقول اللي أقامتها وزارة التربية. لكن السؤال، الدورات المجانية للشهادتين اللي عم بتقوم فيها. نعم. وزارة التربية إمتى بتبدأ وإمتى بتنتهي؟ ممكن تغطي كافة المحافظات؟ تعود الفاقد التعليمي اللي بتشتغل طبعا. نعم. وزارة التربية مثل ما عرفنا خاصة بالفترة الأخيرة على تعويض هذا الفاقد وبشكل مكثف للتلاميذ. نعم، طبعا بداية أنوه إلى أن هذا المشروع هو بالتعاون ما بين وزارة التربية واليونسكو، واليونسكو تساعدنا في موضوع إعداد لهذه الدورات ومن ناحية الدعم اللازم لتغطية نفقاتها. أما فعليا العمل كاملا هو للدوائر المعنية في المديريات للأساسي والتعليم الثانوي. نعم. والدورات التقوية هذه هي دورات مجانية تجريها وزارة التربية في كل فصل دراسي ثاني، فبدأناها منذ 26 شباط الجاري المضى، وسوف تنتهي إن شاء الله في منتصف الشهر الخامس وتحديدا في منتصف أيار، أي قبل بدء الامتحان بأسبوعين حتى نترك مجال للتحضير للطلاب. بتغطي كافة وتستهدف المحافظات. نعم، وتغطي هي كافة المحافظات دون استثناء، بل ووجه السيد الوزير أن تكون هذه التغطية شاملة أيضا ضمن المحافظة لمختلف المناطق حتى تغطي أكبر عدد ممكن من الأطفال اللي ممكن يلتحقوا من تلاميذ الصف التاسع لتقويتهم قبل الدخول في الامتحان النهائي، أو لطلاب البكالوريا الثالث. نعم. الثانوي العلمي أو الأدبي، وهي تستهدف الطلاب من المدارس الحكومية، والغاية منها هي تعويضهم عن النقاط التعليمية التي لم نستطع أحيانا تأمين مدرس في بعض النقاط بشكل مباشر، فصار في تقصير عندنا بدرس أو درسين أو وحدة، أو ربما أسلوب التدريس أيضا يختلف من مدرس إلى آخر. طبعا. فهي تتيح الفرصة أن يتلقى كل أبناء منطقة بمجموعة معينة يتم وضعهم في مدرسة واحدة من الذكور أو الإناث، فبالتالي هم سوف يتلقوا عملية تدريس من مدرس آخر، وهناك طلاب سوف يأتي إليهم مدرس يعطي بطريقة جديدة، فالغاية منها هي تنوع طرائق التدريس ومراجعة وتقوية التلاميذ في النقاط التي ربما لم تكن مباشرة الدخول إليهم بعملية التقبل للمعلومة، أحيانا في صعوبة، أحيانا في مسألة رياضيات، أحيانا في نقاط تتعلق بإعراب باللغة العربية إلى آخره، وتركز على مواد أساسية، هذه المواد هي الرياضيات والعربي والعلوم العامة بالنسبة للتاسع، وأيضا
بالنسبة لمادة اللغات الإنجليزية والفرنسية، أما البكالوريا فتغطي المواد العلمي والأدبي المواد الرئيسية حصرا. يعني اليوم ما بتشمل كل المواد، فقط الأساسية. نعم الأساسية اللي ممكن يحتاج الطالب فيها إلى مراجعة ودورة تقوية. تمام. أو يحتاج إلى طريقة جديدة من مدرس آخر. نحن متعودين بهذا الوقت ببلش اللي عنده طفل بعمر أنه يدخل المدرسة بنيسان، يعني تقريبا هيك كان أنه ببلش. نعم. ياخذ الاوراق. بلش الاعلان عن تسجيل التلاميذ ل 2023، وشو هي التسجيلات اللي قدمتها؟ نعم. وزاره التربيه طبعا عممنا منذ فتره قريبه كوزاره التربيه، فوجه السيد الوزير ان يكون بدء التسجيل لهذا العام اعتبارا من 3 نيسان، وبدءا من صبيحة هذا اليوم استمرارا إلى يوم الخامس من شهر أيار، يعني فترة تقارب الشهر ويومين. هذه الفترة الأولى. أما الفترة الثانية من فاته التسجيل لتلاميذ الصف الأول من أبنائهم ممن تنطبق عليهم الأعمار من مواليد 2016، فبإمكانه أن يلتحق بالتسجيل للفترة الثانية، وهذه الفترة تشمل شهرين اللي هي شهر تموز وشهر آب. البعض يتساءل أنه أنا ما في عندي دوام راح يكون، أقول له لا في دوام، وهذا الدوام دوام الإداريين، وسوف يتم دوام الإداريين في يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، يعني في حالة دورية للتناوب، وهذه المناوبات ينظمها مدير المدرسة لتسجيل تلاميذ الصف الأول. دكتور، بالنسبة لامتحانات الفصل الثانية، شو هي تحضيرات وزارة التربية لاستقبال هذا الامتحان؟ طبعاً الاستعدادات بدأت من الآن، فرفعت قوائم مديرية التربية بأسماء مندوبيها، وأيضاً تقوم مديرية الامتحانات بالاستعداد للامتحانات النهائية لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي أو لتلاميذ البكالوريا من ناحية تسجيل قوائم وتنظيمها وتوزيع القاعات والمخططات. هذا الأمر نفسه ينطبق الآن في عندنا استعداد للامتحانات اللي هي الآن إحنا في صددها. حالياً في هذه المرحلة اللي نتحدث فيها وفي هذين الأسبوعين عممت وزارة التربية أن يكون هنالك جدول من قبل مديريات التربية، أو أحيانا تكون من قبل كل مدرسة هي تقوم بتنظيم جدول لتلاميذ التعليم الأساسي أو حتى لطلاب الثالث والثاني والمرحلة الانتقالية لإجراء المذاكرات. وأحنا في هاي الأسبوعين أجرت كثير من المدارس نسبة أكثر من 80% أنهت حتى مذاكراتها، ولا يزال هنالك نسبة 20% أجرت مذاكراتها في مدارس النظامية الحكومية أو حتى في مدارس التعليم الأساسي والثانوي الخاصة. نعم. في بعض المدارس لهلا يعني عم تقدم الى الان. نعم لا تزال يقدموا فيها التلاميذ مذاكراتهم، وطلاب الثالث الثانوي يجري ايضا بعضهم المراجعات النهائيه والاستعدادات لاجراء فحص الترشيح ايضا. عندنا استفسار عن تعليمات تسجيل القبول للفئه الثالثه يهنن من رياض الاطفال اللي دمجت مع فكره الالتحاق ببرنامج استعدوا للمدرسه. نعم، من ضمن التعميم في تعميم كان عندنا اللي تحدثنا عنه قبل قليل اللي يتعلق بتسجيل تلاميذ الصف الأول، وهنا أحب أن أوضح علاقته وارتباطه مع برنامج استعدوا. أوضح أول شيء فكرة برنامج استعدوا. العنوان. نعم. حلو يعني. برنامج استعدوا هو الحقيقة مشروع من قبل مركز الطفولة المبكرة، وهذا المشروع يتضمن أن تكون هنالك شعب في كل مدرسة إن أمكن حسب استيعاب المدرسة، وهذا المشروع يبدأ بالتدرج، بدأ بداية بعدد بسيط من القاعات الصفية في كل المحافظات، وصل إلى أقل من 200 شعبة صفية، يسجل فيها أطفال ممن هم في سن مرحلة رياض الأطفال قبل مرحلة التعليم الأساسي، ولكن موقعها يكون مع مدارس التعليم الأساسي، فهي تعد بمثابة مرحلة تحضيرية للدخول إلى المدرسة ممن هم في سن 5 سنوات. فلذلك جاء التعميم الثاني، فكرته بسيطة جدا، أطفال السن 5 سنوات ممن هم من مواليد 2017 من الشهر الثاني من شهر شباط. طيب راح تتسائل ليش الشهر الأول نستثني يعني من 2017؟ لأنه يحق له أن يلتحق في المدرسة، يحق له الالتحاق هذا التلميذ بشكل مباشر كتلميذ نظامي، ولكن شرطة أن يخضع للسبر، نجري السبر في نهاية العام الدراسي. فإن تجاوز هذا الطفل السبر وكان مؤهل أنه يتابع دراسته كصف ثاني يتابع، أما إن كان مستواه ضعيف لا يتناسب مع الصف الثاني فيبقى في الصف الأول لدعمه وتأهيله ودعمه أيضا حتى في الجانب المادة العلمية. أما الجانب الأهم وهو الأساسي أن الأعمار فيها السن هذا العام في التعميم جاء الثاني اللي برنامج استعدوا واللي راح يعمم إن شاء الله اليوم
تعليمات ملحقة بالتعليمات السابقة للصف الأول، ممن هم من مواليد شهر شباط 2017 إلى نهاية 2017 للكل عدا أبناء المعلمين. وهنا أوضح نقطة، لماذا عدا أبناء المعلمين؟ لأن أبناء المعلمين يعني تماماً كانت نعم. لأنه أبناء المعلمين يحق له الالتحاق بالمدرسة في سن الخمس سنوات، ليس للشهر الأول فقط بل لكامل العام، يعني إلى نهاية 31/12/2017. فأبناء المعلمين يحق له يلتحق بشكل مباشر بالصف الأول، يعني تحضير كأنه في مرحلة برنامج استعدوا، لكن مع تلاميذ الصف الأول النظاميين ويخضع للسبر، سبر المتميزين. طيب يعني وين الميزة للمعلمين في هذا العام؟ راح نعطي ميزة للمعلمين، وكانت هذه الميزة على الشكل التالي، هي ليست من إكرام من عندنا وإنما هي حق للمعلم. أين التوجيب للمعلم إذن في هذا البرنامج؟ برنامج استعدوا أعطيناهم لمواليد 2018 الشهر الأول، يعني اللي عمره 4 سنوات ودخل بالخامسة، راح يكون يلتحق الحق له الالتحاق في برنامج استعدوا. مواليد الشهر الأول من 2018 لكافة الأطفال يحق لهم الالتحاق، ومن ضمنهم أبناء المعلمين. نعم، عم نحكي دكتور عن المدارس الحكومية، بالنسبة خلينا نقول أيضا للمدارس الخاصة نعم. نفس التعليمات إذا بدنا نقول عن طلبات القبول والتسجيل أو نعم. حتى الصف الانتقال الأول بين أو حتى رياض الأطفال، خلينا نعرف هذا الموضوع. طبعا هون رياض الأطفال راح أوضح نقطة، رياض الأطفال في لدينا بالتعليم الخاص رياض أطفال حكومية تتبع لوزارة التربية، وفي رياض أطفال خاصة لكن تتبع لأهالي، يعني هي مؤسسة مرخصة لأشخاص معينين أو مؤسسات مرخصة بالصفة الاعتبارية. فرياض الأطفال هنا ما ينطبق على تعليمات القيد والقبول في العام ينطبق على تعليمات القيد والقبول في الخاص، وما ينطبق أيضا على تعليمات القيد والقبول للصف الأول أو حتى للثانوي مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي أو رياض الأطفال ينطبق أيضا من العام على الخاص، وبالتالي التعميمين اللي تحدثنا عنها هي تنطبق أيضا على المدارس ورياض الأطفال الخاصة. طيب كمان استفسار، أكيد وزارة التربية دائما بتسعى لتحقيق الاستقرار ضمن العملية التربوية. اليوم السؤال لحضرتك، هل يسمح ضمن الحلقة الأولى بالتحويل من عمل إداري إلى تدريسي لنيل طبيعة العمل داخل الصف؟ وما هي الأسس المتبعة وكيف يتم سد الشواغر المتاحة؟ أشكرك على هذا السؤال، هو توضيح هام لزملائنا. يحق لأي شخص إداري بطلب خطي يتقدم فيه إلى مدير التربية إنهاء تكليفه الإداري وعودته إلى الصف، لكن هنا في نقطة مشروطة، إن توفر البديل. يعني تقدم أمين سر بطلب أو مدير مدرسة وبده يرجع إلى الصف، لكن إذا ما في بديل يستطيع مدير المدرسة يستطيع مدير التربية عفوا إبقاؤه لحين تأمين البديل، أما كقانون فهو حق له ولا ضير في ذلك، بس شريطة تأمين البديل. والعكس أيضا، يحق للمعلم أن يتكلف بعمل إداري وكل واحدة منها في قدم سنوات معينة، لكن شريطة أن يتجاوز الخمس سنوات، يعني مثلا معاون مدير مدرسة يعني؟ أو مدير مدرسة أو نعم يجب أن يتجاوز خمس سنوات حتى يحول إلى عمل إداري، قبل الخمس سنوات لا يحق له التحويل إلى أي عمل إداري، يجب أن يقوم بعملية التدريس داخل الصف. نرجع لي خلينا نقول للصف الأول والأسئلة اللي عم بتكون حول هذا الموضوع. اليوم السؤال رشا، أنه ليش 7 حصص لطلاب الصف الأول؟ 7 حصص درسية. طبعا ما في عندنا 7 حصص درسية، في عندنا 6 حصص درسية. نعم. الخطة الدرسية لتلاميذ الصف الأول راح أعطيك إياها، هي كانت 28 حصة درسية، وبالتالي إذا وزعناها على عدد أيام الأسبوع فبالتالي يكون عندي 3 أيام 6 حصص، وراح يكون عندي 2 يوم 5 حصص. بعد أن تمت إضافة مادة التعليم الوجداني فأضيفت هاتين الحصتين، وهي جانب نشاطي ليس أكثر، إضافة إلى أن عملية الزيادة فوق 6 حصص هذا يستوجب منا خروج خارج الخطة الدرسية بحصة زيادة، وبالتالي يتعارض مع مدارس كثيرة لدينا فيها نظام الفوجين، فلا نستطيع أن نضع 7 حصص، هي 6 حصص في الحد الأقصى في كل الأيام، هذا الحد الأقصى إلها. إذا استثنينا التعليم الوجداني مثل ما قلنا. نعم. لا، مو التعليم الوجداني اللي سببها، التعليم الوجداني هي ما هي موجودة بالأساس. التعليم الوجداني جاء كحصتين فصارت عندي 30 حصة، وزعت 30 حصة على 5 أيام راح يكون عندي المتوسط و6 حصص. لماذا لا نستطيع أن نضع 7 حصص؟ لسببين. السبب الأول هي ناحية تربوية قبل كل شيء، فالطفل لا يتحمل 7 حصص أكيد بهالعمر. نعم. صعب. تمام. السبب الثاني وهو السبب الهام أيضا، هذا يتعارض مع نظام المدارس ذات الفوجين، فإذا وضعنا 7 حصص الحصة 45 دقيقة، يعني بدل ما يصرف عنده
في حصص نظام الفوجين 40 دقيقة والفرصة يؤخذ منها أيضا 5 دقائق حتى نستطيع أن نعوض ويصرف التلاميذ في 12 و20 دقيقة. هنا إن تأخرنا أيضا بأربعين دقيقة أخرى حيصف الانصراف إلى الواحدة، الفوج الثاني سوف يتأخر أكثر، وبالتالي راح نضطر ينصرف في 15 إلى 10 دقائق. وفي التوقيت الشتوي صعب أن يعني نصرف الطلاب أو التلاميذ في وقت متأخر، لأنه راح يكون فيها وقت مغرب، وبالتالي في صعوبة بالعودة إلى المنزل. لذلك دائما يكون الحساب، هنالك حسابات تربوية في كل شيء، حتى في مجال التوقيت للانصراف أو الالتحاق بالمدرسة. اليوم كثير مهم الفئة العمرية الصغيرة، خلينا نقول الابتدائي، يكون لها معاملة هيك شوي خاصة. الأطفال يعني لبين ما رجعوا على مدرستهم أكلوا وظبطوا أمورهم، راح الوقت بدراستهم على نومهم فورا. يعني احنا اليوم ما فينا نقول المنهاج كثير سهل، في ضغط كثير كبير عم بيكون، في ضغط كثير كبير. كان بدي اسال حضرتك اليوم فكره الالتحاق ببرنامج استعدوا للمدرسه، فينا نقول اليوم يعني هي تحضيريه او عن جد يعني المنهاج لا يناسب العمر؟ طبعا برنامج استعدوا هو منهاج رياض اطفال، وصمم كمنهاج رياض أطفال في مركز الطفولة المبكرة بالتعاون مع مركز تطوير المناهج، وهنالك لدينا فريق مختص من الخبراء من زملائنا ممن هم يعرفون تماما قياس مستوى الأطفال في هذا العمر. فطفل في سن 5 سنوات لا نستطيع أن نضع له كتاب يساوي طفل في الصف الأول أو الرابع أو الخامس، وبالتالي هي مخففة وبسيطة. لكن الفكرة التي أخذت عن المنهاج بشكل عام بأنه في صعوبة لتجاوز لمرحلة أخرى، وحتى يعاني منه الأهل بالقيام بمساعدة أطفال. الحقيقة هون في نقطة أساسية، المنهاج صمم من قبل زملائنا ليقوم زملائنا المدرسين بإعطاء الخطوط العريضة لحل الوظيفة، وهذه الوظيفة هي كواجب منزلي بسيطة جدا تكون. لكن أحيانا هنالك عملية تفاوت بين متطلب من قبل أحد زملائنا ومتطلب من قبل زميل آخر يضيف على الوظيفة أو يزيد النسبة الكمية للوظيفة المنزلية، بيكون في ضغط صراحة. نعم، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة الضغط. طبعا تعاون الأهل هو حالة إيجابية، ولكن المناهج راعت في الحقيقة كل ظروف وأبناء طلاب القطر العربي السوري في مختلف مناطق القطر العربي السوري على مختلف مستوياتهم. فإذا كان هنالك أطفال لديهم آبائهم وأمهاتهم يساعدونهم، هنالك كثير من الأطفال لا يوجد من يساعدهم في المنزل ليقوم بعملية التحضير. راعي المنهاج هذه المسألة. والدليل على هذا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال كانوا قادرين على التعامل مع هذا المنهاج وتجاوز هذه الصعوبة، ولذلك هذا المنهاج يتميز بمرونته أيضا، ويتوقف هذا الأمر على المعلم داخل طريقة الصف، فهو من يستطيع أن يسهل ويبسط المنهاج، وهو من يستطيع أن يزيد هذه الصعوبة. وطبعا معلمين وزملائنا في الميدان كلهم يتميزوا بطبيعة المرونة، ولكن أحيانا تصدف في خبرة جديدة غير الخبرة القديمة، اكتسب خبرته فقط من داخل القاعة الصفية كطالب في الجامعة وجاء لتطبيقها فورا، فهنا تكون الخبرة جديدة مكتسبة. نعم. غير الخبرة القديمة اللي داخل الصف، اللي يكون قادر أحيانا كثير من المعلمين أنا أعرفهم تماما ونسبة جيدة ونسبة كبيرة تتجاوز أكثر من 25%، حتى وظائف التلاميذ المنزلية يشرف على حلها داخل الصف، أنت تطلع للبيت تقعد مع أهلك وتقوم بعملية اللعب أكيد. أو غيرها أكيد. حتى اللعب السيكولوجيا اللعب هي أيضا ضرورية للطفل. نعم أكيد، مثل ما تفضلت وحكيت دكتور، هي فروقات فردية بين المدرسين، وخلينا نقول طالما أنه المنهاج المدرسي براحي يمكن الفروقات بين التلاميذ والحالة التعليمية أيضا للأهالي، أسلوب تدريس، ليس فروقات فردية بين المدرسين. كل معلمين ومدرسين يمتاز بمهارة عالية، هذا الشيء، لكن كخبرة فروقات بالطريقة حكيت، وكخبرة بين المدرسين. وبيبقى أكيد أملنا أكيد بهي الحلقة بالذات، لأنه هي مرحلة تأسيس وإعداد لحتى نفوت ببقية المراحل. مشكور دكتور كل الشكر لوجودك معنا ولأجوبتك على كافة أسئلتنا، وبنلتقي أكيد حلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لحضرتك، وسعد صباحك عن جديد. اهلا وسهلا بكم، واشكركم واشكر قناتنا المفضلة. اهلا وسهلا، ويعطيكم الف عافية. تشكر وزارة التربية على كل الجهود اكيد. الله يعطيكم العافية، ومشكورين كوزارة اعلام على التعاون معنا لتوضيح صورة وزارة التربية والنقاط التي قد البعض تكون مشوشة لديه. نعم، اهلا وسهلا.